حبة واحدة بس من حبة الإنقاذ السريع اللي معايا دوت هتنسف معاك كل الدهون العانده المتراكمة اللي بقالها سنين. جربت كل حاجة، عملت تمارين، عملت وصفات كتير ومفيش فايدة. برضو جربي معايا الوصفة ديت وإن شاء الله هتنسف معاك كل الدهون في أقل وقت. مش عايزة أقولك إن خلال أسبوع واحد بس ممكن تنزلي من 8 كيلو ل 10 كيلو بإذن الله. هتجربيها وتكتبي لي في الكومنتات. عايزين تعرفي الوصفة عملناها ازاي، حط لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الوصفة هنعملها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من افضل واحسن الوصفات. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت كمان هتبقى وصفة الانقاذ السريع. الناس اللي هي حابة تنزل وزنها بسرعة، عندها مناسبة، عندها اي حاجة ان شاء الله وعايزة ان هي تنزل وزنها بسرعة، ده باذن الله هتنزل معاك الوزن بطريقه سريعه جدا. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده هتبقى يعتبر هتنزل كل السموم اللي في جسمنا، هتنزل كل الدهون، تخلي جسمك ما شاء الله بيحرق دايما باستمرار. حتى لو كان جسمك حرقه بطيء ما بيحرقش فيه لا قدر الله غده في اي حاجه، دي هتزود معدل الحرق عندك، هتسرع معدل الحرق بطريقه كويسه جدا وبطريقه منتظمه. طبعا في بنات كتير وفي ناس كتير جربوا وصفات كتير، ان شاء الله يا جماعه الوصفه دي هتخلي جسمك كده يعني متناسق، هتخلي جسمك نحيف، هتخلي بطنك مسطحه، ما فيش دهون، ما فيش اي حاجه بارزه، ما فيش جوانب، ما فيش ترهلات. كل الحاجات دي ان شاء الله مجرد ان احنا هنعمل الوصفه دي اول اسبوع هتلاقي في فرق كبير جدا جدا بين معاك. 5 حبات من المكون اللي احنا ان شاء الله هنعمله مع بعض دوت على 5 ايام، وان شاء الله هتشوف نتيجه سريعه جدا جدا. وباذن الله تدعولي وتكتبولي في الكومنتات وتقولي فعلا الوصفه جابت معانا نتيجه كويسه جدا. كمان هتحسسنا بالشبع لان ان شاء الله الوصفه بتاعتنا هتبقى فيها الياف هتخليكي صايمه عن الاكل. لو انت عندك شراهه على الاكل او نفسك دايما مفتوحه وعايزه تاكلي كتير، لا دي هتسد معاك الشهيه، هتزود معاك معدل الحرق، فيها الياف كتير. وطبعا احنا يا جماعه عارفين دايما ان الالياف دايما بتحسسنا بالشبع. تمام، طيب تعالوا نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. عايزاكم تشجعوني يا بنات بلايكات كتير، وعايزاكم كمان تشيروا الفيديو علشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا في الوصفه بتاعت النهارده ده يا جماعه 5 حبات من الثوم. تمام، محدش يستغرب اللون بقى ويقول طب هو شكله عامل ليه كده، اللون ده الثوم ده يا جماعه ده طبعا مقلي. تمام، بس هو طبعا مش مقلي في الزيت، لا هو دوبك مقلي زي تشويحه بسيطه كده في كميه او نقطه زيت بسيطه جدا، علشان طبعا انا مش عايزه ان انا اجيب زيت كتير واقعد اقلي فيه اكني بقلي بطاطس او بقلي اي حاجه تانية، لا هي نقطه واحده بس بالظبط بنحطها في المقليه بتاعتنا وبنشوحها تشويح بسيط كده لغايه ما نوصل مع بعض للدرجه اللي انتم شايفينها دي. طبعا استخدمها ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ان الثوم يعتبر مضاد حيوي ومضاد سموم كويس جدا جدا، بيزود معانا عمليه الحرق بطريقه فظيعه. طيب تعالوا بقى كده نحطه كده على جنب ونشوف المكون اللي بعد كده. طبعا يا جماعه انا معايا خيار، طبعا كلنا عارفين ان الخيار له سحر كويس جدا وله سحر رهيب جدا في نزول الوزن، لان الخيار فيه الياف كتير بيسد معاك الشهيه، دايما بيحسسنا بالشبع، خلاف كده وكده كمان ان هو له فوائد تانية كتير لبشرتنا ولشعرنا وكل حاجه. تمام، ده كده انا هاخد الخيارة بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. يدوبك هنستخدم من الكمية ديت النص التاني هنستخدمه ان شاء الله في مرة تانية. تمام، ده كده انا معايا المجر اهوت، تمام، وهناخد كل يوم يا جماعة ان شاء الله هناخد فص واحد زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو، وهنحطه على الخيار. طب دلوقتي برضو هنعمل ايه؟ هناخد كوباية من المية وهنحطه في المج بتاعنا ده. طبعا انا حطيت فص الثوم يا جماعة على الخيارة بتاعتي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هننزل بهم كده على الخلاط اهو بالشكل ده كده، هنفرمهم كويس جدا ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الكوبايه بتاعتي فرمتها في الخلاط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. طب دلوقتي بقى هنعمل ايه في مكون تاني معايا؟ علشان كده بقول لكم طبعا معايا الوصفه للاخر عشان ان شاء الله في مكون تاني هنحطه، اللي هو طبعا زي ما انتم شايفين الليمون.
تمام. هناخد نص الليمونه ديت، شيل بس البذر منها كده اهو، هنعصر نص ليمونه على الكوبايه بتاعتي بالشكل ده كده. وهنبدا نقلب زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يا جماعه الكوبايه اصبحت جاهزه معايا زي ما انتم شايفين. مكونات سهله وبسيطه جدا، وفي نفس الوقت ما شاء الله هتنزل معاكي كل دهون العنيده المتراكمه اللي بقى لها سنين، وان شاء الله هتنسف معاكي كل دهون العنيده. تمام، يبقى فصل واحد بس يا جماعه من الحبوب العجيبه اللي انتم شايفينها ديت، ده ان شاء الله هناخدها على مدار 5 ايام، 5 حبات هناخدهم على مدار 5 ايام، كل يوم هنعمل كوبايه زي ديت وعليها حبه زي دي. يبقى انا كده يا جماعه الكوبايه جاهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اما الباقي اللي انتم شايفينه معايا دوت ده هقعد في الثلاجه، كل يوم هعمل كوبايه زي ديت وهشربها وهاخد منه حبايه زي ما انتم شايفين كده من حبوب التوم اهو. طيب هناخد الكوبايه بتاعتنا امتى؟ كل يوم على رأي كده ان شاء الله هناخد كوبايه زي ديت. صدقوني لو انتوا جربتوها فعلا اول اسبوع هتنسف معاك الدهون بطريقه كويسه جدا، وهيبان معاك الفرق من اول اسبوع، هتنزل معاكي كيلوهات كتير جدا من الوزن. تمام، يعني ان شاء الله كده على الرئة هناخد الكوبايه ديت كل يوم لمده اسبوع، هنستمر عليها لمده اسبوع ونشوف الفرق، وان شاء الله هتدعي له وزي ما قلت لك هتكتبوا لي في الكومنتات باذن الله ان هي جابت معاكي نتيجه كويسه جدا. في ملحوظه بسيطه بس يا بنات، الناس اللي بتتعشى هتحاول بس ان هي تقلل اكلها في وقت يعني ايه في وجبه العشاء. لو علبه زبادي على عصره ليمونه بتبقى كويسه جدا، قطعه جبنه قريش، طبق سلطه، الحاجات الخفيفه ديت، ونحاول ان احنا نتعشى بدري. الناس اللي بتعشى وتنام بلاش يا جماعه العاده ديت، لانها فعلا عاده سيئه جدا وهي ديت اللي بتسبب التخمه عندنا. تمام، فاحنا ان شاء الله هنعمل، ولو مشينا على الحاجات اللي احنا بنقولها ديت اتحداكي ان انت في اقل من اسبوع هتنزلي وزن كويس جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.